ان لما برفع سعر الفايده بيحصل انكماش في الاقتصاد. يعني لو انا عملت مشروع الان وجاب لي 17% والبنك بيديني 18، يبقى الناس هتروح البنك. مصر عندنا ثلاث او اربع حاجات في الاقتصاد الكلي خلل هيكلي فيها. اولها سعر الفايدة الاعلى في العالم، وانت عارف ان سعر الفايدة المرتفع ده هو العدو الاول للبورصه.